وتعترف معنا؟ معاك. أقر وأعترف مع سعد سمير. كابتن سعد سمير، تقر وتعترف إنك قصرت في حق نفسك في العديد من الأمور اللي خلت مسيرتك تنتهي بسرعة مع الأهلي؟ 14 سنة بسرعة؟ 14 سنة مش بسرعة. لا يعني لا خالص، بالعكس أنا حاولت أجتهد وأعمل اللي عليا وقضيت يعني وقت كبير في النادي الأهلي، والحمد لله يعني راضي على اللي أنا قدمته وراضي عن مسيرتي مع النادي الحمد يعني. لله. تقر وتعترف إنك اتصدمت من قيام النادي الأهلي باستبعادك من قائمة فريق الكورة عشان يأيدوا كهربا؟ لا خالص، بالعكس الموضوع كان كنت على علم وكنت على معرفة، وزي ما قلت لحضرتك كابتن سعد حفيظ بلغني، والموضوع كان لأن إصابتي ساعتها كانت هتاخد وقت. ده صحيح، فما كانش في مشكلة خالص. وده يعني تقريبا نفس اللي حصل دلوقتي مع علي معلول. مع علي معلول دلوقتي لو عايز تقول نصيحة لعلي معلول، لأنها نفس الإصابة. وتر أكيلس، وأنت مدافع وهو مدافع، ونفس القصة إن أنت اتشلت من القيد. أيوه. ثم رجعت اتأيدت وربنا كرمك، تقول إيه لعلي معلول؟ علي طبعا قيمه كبيره في النادي الاهلي، وادى يعني ادى مشوار كبير مع النادي الاهلي، وانا شايف ان كان في تقدير من النادي الاهلي لعلي. نعم. زي ما كان في تقدير من علي النادي الاهلي، فكل اللي بنصح بيه علي. يمكن احنا اتكلمنا اول ما اتصاب وطمنته، لانه هو عمل العمليه مع دكتور كبير جدا في مصر، جراح كبير. نعم. دكتور ناصف محمد ناصف. نعم. اخصائي جراحات وتر اكيلس والكاحل، ويمكن الدكتور كان عمل لي برضه، وكنا احنا على تواصل مع بعض، فقلت له اطمن الدكتور شاطر جدا دكتور ناصف وبروفيسور كبير جدا. الحاجه الثانيه كل اللي بنصحه لعلي ان هو يركز ان هو يرجع بشكل كويس. نعم. ان هو يطمن على رجله، الاصابه رخمه شويه، ويرجع بشكل كويس ويطمن ان هو رجعت الحمد لله، مفيش اي مشاكل. الحمد لله الحمد لله. هي بتاخد وقت. حتى قد ايه لحد رجعت مع 8 شهور؟ هو طبعا انا كنت عشان في كورونا ساعتها. فما كانش في نشاط او ما كانش في تدريب ان احنا نرجع. فبالكورونا بالوقت كله خدت لي 8 شهور يعني. 8 شهور. تقر وتعترف ان رحيلك عن النادي الاهلي كان سبب في استبعادك المباشر من منتخب مصر؟ لا يعني يمكن الفتره بتاعت فيوتشر كنت بلعب بشكل اساسي، وكان في اوقات كان ممكن اقدر اكون متواجد مع فيتوريا لان اديت ماتشات كبيره مع فيوتشر، لكن الفتره اللي فاتت لا يعني برضو اكيد المنتخب عايز اللاعب اللي بيشارك بشكل اساسي. صحيح. واللي موجود بفورمه كويسه يعني. تقر وتعترف انك غاضب من حسام حسن لانه ما فكرش حتى يكلمك ويدعوك للانضمام لمنتخب مصر؟ خالص لا لا. اتمرنت مع حسام؟ اتمرنت في المصري. اتمرنت فتره لحد ما كابتن حسام مشي. لا لحد ما حصلت بقى الازمه بتاعت الاهلي والمصري. الاهلي والمصري ايام ربنا لا يرجعها يعني. لكن بالعكس كابتن حسام مدرب كبير، وبتمنى له التوفيق، واتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وبالعكس كلنا ورا كابتن حسام يعني الفتره اللي جايه. تقر وتعترف انك مش هتقبل بالجلوس على دكه بدلاء سيراميكا حتى نهايه الموسم؟ لا خالص لا لا. بالعكس انا بتعامل مع باحتراف كبير جدا وتحت امر الجهاز الفني، وفي احترام كبير جدا من الكابتن ايمن ليا ومني للكابتن ايمن واداره النادي. نعم. فبالعكس انا بعمل دوري كلاعب، اشتغل بشكل كويس، مرن بشكل كويس، وانا الحمد لله بشارك في معظم الماتشات. نعم. لو ما بداتش بكون متواجد، فبالعكس مفيش الا كل احترام وتقدير يعني. تقر وتعترف انك من اللعيبه اللي استفادوا من علاقتهم بمحمد صلاح؟ بمحمد صلاح؟ لا خالص بالعكس. يعني علاقه محمد صلاح من ايام لا يعني راجل لما بعت لك الراجل عشان يعالجك من ريفربول، ما دي استفاده مثلا، ما تكلمش استفاده من شكل هو تاني. هو محمد صلاح ما بيتاخرش عن اي حد. صحيح. مش سعد يعني، بالعكس يعني الراجل لما جه يعني محمد كان في تقدير ان هو حد يضيف لك في حته العلاج، لكن بالعكس انا اعرف محمد من ايام المقاولين، محمد شخصيته ما اتغيرتش. في حاجات كتير، مواقف كتير بيساعد لعيبه تانية لكن ما ينفعش اتكلم عنها. مواقف كتير ايجابيه بيعملها انا اعرفها، لكن برضو ما ينفعش يتم الاعلان عنها، سواء امور في الخير او امور تخص لعيبه، تخص مدربين كانوا بيمرنوا معايا. فمحمد قيمه كبيره جدا، وهو علاقته ممتازه مع الجميع، وبيحاول يساعد الجميع، وبيحاول يضيف لاي حد يعني.